سيطرت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها على بلدة تل مرديخ وقرية أنقراطي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وعليه أصبحت القوات السورية على مقربة من مركز مدينة إدلب، حيث يتوقع أن تشهد أكبر حركة نزوح منذ بداية الحملة العسكرية. وتتواصل المعارك على جبهات ريف إدلب، حيث تسعى قوات النظام للسيطرة على مدينة سراقب الواقع على الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية. يبدو أن مدينة إدلب على موعد آخر مع مأساة النزوح، فحملة القتل والدمار التي تطال أريافها الجنوبية والشرقية لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن جنوبي مركز المدينة. قوات النظام السوري وبعد قصف وتمهيد ناري كثيف سيطرت على بلدات تل مرديخ وأنقراتي وبلدة النيرب التي تقع في الأطراف الجنوبية لمدينة سراقب، لتحكم بذلك الطوق على المدينة. إصرار النظام السيطرة على هذه المنطقة يأتي من موقعها الاستراتيجي وإشرافها على الطريق الدولي بين حلب واللاذقية، مما يقطع أي خطوط إمداد لقوات المعارضة مع ريف حلب. الطيران السوري والروسي شنا أيضا غارات على منازل المدنيين في دير سنبل وسرمين وتل السلطان التي تشكل نقاط الاشتباك مع قوات المعارضة. أنباء القصف المركز على المراكز الحضرية والمدنيين وصلت إلى قلب مدينة إدلب، والأهالي بدأوا بالتحضير لموجة نزوح جديدة، إذ يقدر أن تشهد المنطقة أكبر حركة نزوح منذ بداية الحملة العسكرية التي يشنها النظام وحلفاؤه على المنطقة، تمهيدا للسيطرة على المدينة التي يروج أنها ستكون ذروة انتصاراته على شعبه. وقد أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في محافظة إدلب وإزاء حماية أكثر من 3 ملايين مدني في المنطقة. دوجاريك أوضح أن نحو 1.5 مليون شخص هجروا من مناطقهم بسبب الاشتباكات، وأشار إلى تعليق أعمال 53 مشفى ومركز صحي في مناطق شمال غربي سوريا بسبب تعرضها لهجمات أو بسبب مخاوف من هجمات منذ بداية يناير وحتى اليوم. وينضم إلينا من محافظة إدلب مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، إذن يبدو أن قوات النظام أصبحت على مقربة من مدينة إدلب، أخبرنا عن هذه التطورات، وخصوصا أن سراقب أيضا يبدو أنها يعني ستقع على ما يقولون أو يبدو من التطور تحت سيطرة النظام. نعم، بداية نسمع في هذه اللحظات أصوات انفجارات عنيفة جدا ناتجة عن قصف مدينة سرمين شرق مدينة إدلب وبلدة حميناز جنوب مدينة إدلب. تحاول قوات النظام التقدم على هاتين القريتين أو على هذه المدينة، ومدينة سرمين وقرية حميناز تحت وابل الصواريخ والمدفعية وغارات الطائرات الروسية تستهدف هاتين البلدتين. طبعا ايضا تدور اشتباكات في محيط مدينه سراقب من الجهه الغربيه من جهه قريه الترمبا التي اقامت فيها القوات التركيه نقطه عسكريه قبل يومين. قوات النظام ايضا تحاول التقدم على محور تل السلطان شرق مدينه سراقب. تحاول قوات النظام الالتفاف على مدينه سراقب من الجهه الشرقيه والغربيه لاجبار فصائل المعارضه على الانسحاب من داخل المدينه. طبعا مدينة إدلب أيضا اليوم تشهد حركة نزوح كثيفة باتجاه الحدود السورية التركية. الطرقات التي تصل مدينة إدلب مع الشمال السوري باتت مغلقة بشكل كامل بسبب أرسال وأفواج النازحين الذين يهربون من المدينة باتجاه الحدود السورية التركية واتجاه مدينة عفرين. طبعا مدينة إدلب تحوي أكثر من 1 مليون نازح ضمن أحياء المدينة فقط ما عدا القرى المحيطة بالمدينة التي بدأت الأعمال العسكرية تقترب منها، حيث استهدف الطيران الروسي فجر اليوم محيط مدينة إدلب. أيضا تعرض مدينة سراقب لغارات جوية مكثفة من قبل الطيران الروسية تزامنا مع قصف مدفعي يستهدف المدينة. عما يبدو أن مدينة سراقب هي الوجهة الأولى قبل مدينة إدلب بحسب التحركات العسكرية لقوات النظام. طبعا الجيش التركي ليلة البارحة قام بنقل رتل عسكري من شمال سراقب إلى الجهة الغربية من المدينة لمنع قوات النظام من التقدم باتجاه المدينة التي دارت أيضا يوم البارحة
اشتباكات على الطرف الغربي من المدينة في محاولة من قوات النظام للتقدم إلى الأحياء الغربية من مدينة رعد يونس. ذكر أن الجيش التركي قرر إنشاء 4 نقاط عسكرية كبيرة خلال الأسبوع الفائت في محيط مدينة سراقب، وقام بتدعيم هذه النقاط بالمدفعية وراجمات الصواريخ والدبابات. في اليومين الماضيين أيضا كان هناك رد من قبل القوات التركية على قوات النظام المتمركزة في محيط المدينة بعد استهداف نقطة الترمبا. قوات النظام أيضا تحاول توسيع نفوذها باتجاه بلدة أخميناس ومنها إلى مدينة أريحة لحصار منطقة جبل الزاوية لإجبار فصائل المعارضة أيضا على الانسحاب من تلك المنطقة، فلا مصلحة لقوات النظام في الدخول في حرب مفتوحة في المنطقة الجبلية في جبل 40 وجبل الزاوية. شكرا جزيلا لك خالد الإذلبي مراسلنا من محافظة إدلب، وطبعا الصوت يتقطع من المصدر نظرا لحساسية ويعني الظروف التي يتواجد فيها خالد. نتحول إذا إلى زميلة بدر سليم لمتابعة ورصد ما تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يجري في سوريا. نعم شكرا لك نجلة. التطورات الميدانية التي تشهدها مدينة إدلب السورية كانت محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الدفاع المدني السوري العامل في مناطق المعارضة المعروف باسم الخوض البيضاء وصف الوضع بالكارثة الإنسانية. التغريدات على تويتر عبرت عن حال إدلب، فسعد اعتبر أنه يجب تغيير القادة في المعارضة ولو بالقوة من أجل إنقاذ الوضع. أما هدى نصر الله فكتبت قائلة: الجيش صار قريب جدا من مركز المدينة، مدينة إدلب بتحوي حوالي 1,000,000 شخص، كل شيء صار من كوارث بكفة، والكارثة اللي نطرتنا أكبر عن جد، وبعدين لوين بدنا نروح؟ هذه التغريدة الأخرى طالب كاتبها بممرات إنسانية آمنة وسيارات لإخراج النساء والأطفال، وأشار إلى أن المنطقة تحت القصف ومليئة بالنساء والأطفال. موسى أيضا طالب بالسماح للأطفال والنساء أن يخرجوا من إدلب إلى تركيا. فيما قال عبد الكريم عمر: حتى لو بقي قطعة أرض واحدة في إدلب بطول 1.5 متر سنقف فوقها لنهتف للثورة وللحرية وللكرامة. أما هذه التغريدة فتقول: أتحدى أي شخص أن يستطيع النوم ولو لساعة واحدة في إدلب، فأصوات القصف تملأ المكان. نعود إليك نجلة. شكرا بدر. شكرا لك.